نحن على ابواب الدوره الرابعه للمهرجان الدولي لمدينه افران، ان شاء الله غادي تكون الافتتاح يوم 20 شهر 7 وحتى 27 شهر 7 ان شاء الله. هي دوره متميزه على مجموعه المستويات، اولا على حول تمديد المده ديال هذه الدوره الرابعه اللي غادي نعيشوها على مدى 8 ايام، كلها انشطه رياضيه ثقافيه فنيه وموسيقيه. الهدف الأول ديالنا هو تسويق المدينة وتسويق مقومات هذه المدينة وثرواتها وكل الحاجات الجميلة في مدينة إفران اللي هي كتعتبر من أنظف المدن العالم. ثروة غابوية كبيرة 144 هكتار من الأرز، ماشي سهلة، أقدم شجرة أرز في الوجود 8 قرون عندها. الجميل كذلك الموسيقى، موسيقى الموروث يعني التراثي، أحيدوس كتراث لا إنساني لا مادي اللي حاضر بقوة، كذلك الأغنية الأمازيغية حاضرة معنا. الجميل هذه السنة هذه هو أننا نستضيف في الافتتاح حمزة النميرة اللي تعامل مع أحيدوس من خلال أغنية ناسي ناس محمد درويشة، فكان بغينا يجي ويشوف ويعيش هذه الأجواء في منصة التاج اللي غتكون منصة كبيرة هذه السنة هذه، وغنبداوها هي الأولى ماشي هي الثانية، يعني منصة التاج في وسط مدينة إفران. غنعيشوا خمس أيام في هذه المنصة هذه بحضور يعني حمزه نميره، دنيا باطمه، يعني المجموعه ديال الاسماء المغربيه، وكذلك غادي نعيشوا 3 ايام في منصه ارز بلادي اللي اليوم الاول غادي يكون متخصص لانرجي ميوزيك تور اللي هي اذاعه عالميه وهي الشريك ديالنا اللي غادي تهدي الجمهور مدينه افران خصوصا الشباب، يعني سهره رائعه مع مجموعه ديال النجوم الاغنيه الشبابيه العالميين اللي غيحضروا. كذلك حضور الفنان العراقي ماجد المهندس اللي متشوق انه يجي لمدينه افران من خلال داك الشيء اللي حكى له الاستاذ راغب علامه السنه الماضيه. فغادي تكون هذه الدوره دوره متميزه جدا، لا على مستوى البرمجه الفنيه ولا على مستوى الحضور ديال مجموعه من نجوم كره السله، وكذلك على مستوى القنص الصيد بالقصبه ديال سمك لاترويت، وكذلك الرمايه الرياضيه والعاب الورق، مسابقات كثيره خلال اليوم من الصباح حتى العشيه، ومن بعد كنعيشوا اللحظات الجميله في الصحراء فعلى منصه التاج ولا منصه ارز بلادي. على ذكر هزيج الارز قلت لك بلا واحد الدعابه واحد النكته واحد اللبناني لا واحد صديق اعلامي صحفي هو لما شاف افران وشاف يعني شعار الدوره هزيج الارز قال المغاربه بحكم ان الحب اللي بيناتنا انهم كنجملوهم، فاكتشف على انه هما عندهم غير شي 17000 هكتار، حنا عندنا 144 الف هكتار ديال الارز، فقال لي سمحوا لي راه انتم اللي خصنا نجملوكم على الارز اللي عاطينا. فهذه يعني حقيقه انه كيتفاجئوا، حتى راغب علامه تفاجئ السنه الماضيه قال انا كنت كيسحبنا حنا بوحدنا في العالم اللي عندنا الارز. المغرب هو عاش في الاجواء في الفندق كيشوف الارز، قلت له راه هنا كان عايش اسد الاطلس، قال لي هو لسه عايش كاين اسد الاطلس، واحد من الموسيقيين معاه تخلع، قال له لا انا ما نعاودش نجلس هنايا. ولكن الاكتشاف للمدينه حيت شحال الناس حتى المغاربه اللي تيعجبهم انهم يبدلوا من الشاطئ الجبل، العطله الصيفيه في الجبل عندها متعه اخرى، ولذلك هاد 8 ايام هي 8 ايام ديال المتعه وديال اللذه وديال الراحه الطبيعيه داخل جبال الاطلس المتوسط والمناطق المجاوره لمدينه افران. بطبيعه الحال كلها متزاهات، والضياس هضيت عواه هضيت الرومي هامش اللي فنها ازرو حداك الحاج بحداك، يعني كاين مجموعه ديال الطبيعه، وكاين يعني مطاعم جميله جدا اللي كتقدم الطبخ ديال المنطقه حقيقي، فنادق جميله. يعني كنتمنى انه هذه السنه هذه كنتظروا اننا نستقطبوا يعني عدد كبير من 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 الضيوف زياده على الساكنه والناس اللي تعرفوا مدينه افران ان شاء الله.